وتقول كلمة للممثلين الشرطة اللي عندهم كلمة زيادة ولا كلمة ولا حاجة ولا يتفضلوا مشكور. عندي تدخل مصالح الشرطة تقوم بعملية التوعية والتوعية المواطنين يوميا، يعني يوميا حتى رانا نديروا مخالفات على عدم ارتداء الكمامة، لكن كما قال الشيخ لا حياة لمن تنادي، يعني يدير البافيت يحطها هكا اكسسوار زايده في نفسها ماشي حاجه، يعني خوفا من يخلص غرامه عشان دينا الجزائري. هذا ما كان عمليه التعقيم والتطهير انا اقوم بها ثاني مع على مصالح البلديه. دونك نزيدوا اكثر كما نقولوا اكثر من توعيه المواطنين، ومثلا وضع لافتات بين يعني المواطنين واعيين ماشي ولايات عند مشكل، خاصة اللي رانا عايشين فيها بلدية عند مشكل، ورانا نشاهدوا اللي كاين 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 عمليات راهم يديروا في الميدان، الشرطة راها تعمل وراها تقوم اللي كنتوا تهضروا عليها كما نقولوا لي سؤال بلا هذا، باسكو علاش؟ لا سونسيبيليزاسيون عندها كما قال الطبيب تلفزيون عندها وين تحبس وين تعيا ما تسونسيبيليزي وبعد يقول لك واهو وين تبعث. جابوا هنا المحسنين وطلبنا ومازال كان اللي راه يستنى دراهم هنا مازال ما خلصناه كمامات كبيره وزعنا وما وزعنا ومازال راهم يخيطوا لا توني تاع الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، ترحبوا بالحضور. فيما يخص محاربه الكوفيد 19 هذا الجامعه ساهمت من خلال تحضير محلي التعقيم يعني لجان وزعتها على كل الادارات القطاعات يعني، ولحد الان هي مستعده باش تحضر هذا الجال يعني. لكن برك يمكن طرح هذا الاشكال، احنا عندنا نقص السيد الرئيس فيما يخص لي فلاكون، اذا كان هناك مثلا جمعيات ولا اذا كان عندها تساعدنا في هذو لي فلاكون، وحنا مستعدين باش نحضروا ونمدوا هذا الجال لكل الادارات يعني وكل. لان مبادره بالك قال لك حنا مختلف القطاعات نديروا واحد العمليه، نديروا قافله تاع عمليه تحسيس، قافله كبيره وكل القطاعات ونديروها بمكبر الصوت. وهذه الحمله التحسيسيه تدور في البلاد وخاصه في الاماكن اللي كاين تجمعات، مثلا في حي جوهره وفي عند المراكز البريد، سواء كي نكونوا بزاف عندها صدى، وكي تكون بالسيارات بمكبر الصوت عندها صدى، ونديروا مدعمه برجال الامن. تكست لا مازال كما كنديروا انتوا كديروا وحدكم هما كديروا وحدكم والله العظيم لا يجي في قريها والله كل سبحان الله.